أهلا بالعصابة. وازيكم يا احلى عصابه في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. فيديو النهارده يا جدعان، انتوا عارفين انا جاي اتكلم عن مين؟ اكيد من عنوان يعني عارفين انا جاي اتكلم عن مين. شفا يا جدعان اللي عامله قلبان في كل حته، وحرفيا كل فيديو اي فيديو انا بعمله على شفا انتوا بلاقيكم بتسخسخوا من الضحك. يعني فعلا فيديوهات شفا غريبه وبان عليها سلسله ومش هتنتهي ابدا. اي فيديو يا جدعان ما شاء الله بتكلم فيه عن شفا بلاقي كومنتات رهيبه وناس بتقول لي استمر واعمل فيديو تاني وتالت ورابع وخامس. قلت ماشي يلا بينا. وفيديو النهارده هنتكلم عن شفا الهنديه. بصوا بقى، سيبوكوا بقى من شفا السعوديه والشغل بقى اللي هو وين ايش هذا ايش فيه وكده، لا ده دلوقتي بقى فيه هندي بقى، وهتشوف الهندي على اصوله. تعرفوا انتوا فيديوهات الهنود اللي هي الفيديوهات اللي احنا بنشوفها على التيك توك دي، اللي هي بتكون غريبه قوي، ده اللي هو تيجي انت تشوف الفيديو تقول ايه ده، ازاي الناس بتصدق حاجه زي كده. او مثلا الصور اللي انتوا مثلا بتشوفوها على النت او كده، اللي هي فوتوشوب الهنود، تلاقي الهندي عامل لك صوره وهو مثلا شايل راس مثلا نعامه وحاطط راسه، او هو شايل راسه وحاطط بدل راسه راس نعامه. لا حاجات بتحصل غريبه صراحه، بشوف صور وفيديوهات غريبه جدا. فيديو النهارده بعنوان، هو ده العنوان، مش عارف بصراحه معناه ايه، بس عندي فكره، احنا ممكن ناخد كده العنوان ده تمام ونخش على جوجل ترانزليت، نكتب ترجمه ونعمل هنا كده، لا نعمل هنا الهنديه تمام، دي اللغه كده الهنديه، وهنا العربيه. بيقول لي لعبه شفا من خلال الباب السحري. يا ريتني ما ترجمت العنوان، ما فهمتش حاجه. قبل ما نبدا فيديو النهارده، انزل حالا حط لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه جديد، ويلا بينا. تعالوا كده نشوف، هو باين عليه من بدايتها قرش، يعني موضوع غريب. تعالوا نشوف في ايه. ايه ده؟ هي بتلعب؟ هو لحظه، هي بتلعب والقرش بيخبط عليها. ما هو هنا بقى بدانا بقى، ما انا مش عارف ليه الفيديوهات دي بتخليني حاسس ان انا غبي، او انا نسبه ذكائي فيها حاجه، او انا مش عارف والله ايه ده. بس تعال نشوف. فعلا بيخبط. في واحده هنديه بتتكلم تقول هنا سمندر. ايه ده؟ بحر. سبحان الله، لا تخرج قبل ان تكون سبحان. لا هياكلها. اقفل الباب بسرعه. الحمد لله يا مكلاه. ايه ده؟ في ايه؟ وحش. ده ايه ده؟ بتاع ايه ده؟ بيبيع ايه ده بقى؟ يا نهار ابيض، وحش. يا جماعه شافها، وصلت لدرجه ان هي بقت بتقلد الهنود. استنوا يا جدعان، الفيديو جايب 27 مليون. هو ايه ده؟ يا جدعان شافها بقى وصلت لدرجه ان هي بتقلد، عامل يعني عامله قناه اسمها شافا شو انديا، حرفيا جايبه 13 مليون مشترك، والفيديو ده جايب 27 مليون مشاهده. طب ازاي يا جدعان؟ طيب والفوتوشوب ده؟ الفوتوشوب ده جامد جدا يا جدعان. الحمد لله قفلت الباب، خضتيني، كانت هتموت شافا. ده ايه ده؟ ده بيبيع ايه ده كمان؟ اوبا نمر. لا اقفلي اقفلي، ولا اسد ده مش عايز يقفل عشان هو يعني الحمد لله. احنا ايه ده، الفيديو كله كده ولا ايه؟ ده دنياصور ده بقى ياكلها بقى، المفروض ده ياكلها وخلصنا بقى بسرعه وننجز الموضوع. الديناصور. طب مش هياكلها؟ طب ما هياكلها. معلش هات ايدك هات ايدك. طب ايش دخل دلوقتي؟ الحمد لله دخلت وقلت الديناصور هياكلها. هي ليه دلوقتي بتتزحلق؟ ماشي، دي حاجة حلوة اللي هي دخلت وإن شاء الله ديناصور ياكلها، لكن تتزحلق ليه دلوقتي؟ ما نشوف هنا ايه اللي هيحصل. ياه، المطر بتمطر. اوه الأرض، اوبا شغل بقى، ايه شغل هنود وربي. هما الهنود اللي ايه ده؟ ايه اللي انا سامعه ده؟ وايه اللي بيحصل ده؟ وايه اللي انا بعمل عليه ردة فعل ده؟ لا ما تقعيش. لا معرفش صح شافها نزلت فين. ايه ده؟ اوه يا الفوتوشوب، يا لهوي فوتوشوب هنود بقى يا جدعان، انتوا عايزين من هنود. اوبا يا نهار ابيض، ديناصور. ايه ده؟ ديناصور واقف هناك اهو. فوتوشوب هنود. هي دلوقتي هي فعلا في حديقه حيوان، بس يا سلام
اوبا الفوتوشوب ده يا لهو. فوتوشوب هنود هنود يا جدعان، يا نهار ابيض ده موضوع كبير ده يا جدعان. انت بتشتكي للكاميرا يعني؟ اه ممكن تستخبي في البيضة عادي. اوه سلام، اجري اجري. الحمد لله اختفى، الحمد لله اختفى يا جماعه. ديناصور بارك، هي راحت تصور في مكان فيه ديناصورات اصلا يعني. مش عارف الاماكن دي بتروحها فين، اوعى تكون راحت الهند ولا ايه. يا لهوي ايه ده، انت دخلت جوه الديناصور؟ ايه ده، ليه بتعملي كده؟ حرام الديناصور يشرق كده. بتسلم على ايد الديناصور قال يعني طلع نار. خافت بقى، خافت. كل دي راس، ايه ده، ايه ده، دي زحليقه الديناصور. طب ماشي، دلوقتي انا داخل عشان اشوفك وانت بتتخانقي مع الديناصور وهو بياكلك. دلوقتي انت بتزحلقي ليه؟ انا مش عايز اشوفك وانت بتزحلقي. هتقعد بقى تدخل في الملاهي كلها. ايه ده، هي ليه الملاهي بتعمل ايه ده؟ الملاهي ليه غريبه كده؟ ايوه وبعدين، طب انا دلوقتي اقعد اشوفك وانت بتزحلقي ليه؟ وانت بتتمرجحي اشوفك كده ليه؟ انا مش عايز اشوفك كده. ايه ده، انا مش عارف. طب هو هتفضل كده طول الفيديو ولا ايه؟ هو بص يا جدعان، هو تقريبا الفيديو ده في يعني ايه، هي بس اول دقيقتين من الفيديو هو ده الفيديو، وباقي الفيديو فلوج بقى ايه في الحديقه اللي هم راحوها بقى يعني. هم المفروض الفيديو ده اصلا ما ينزلش على يوتيوب. قالوا لا، ازاي نشافها بتلعب وبتتمرجح، تعالوا نصور وننزل ويجيب 27 مليون مشاهده. يا جدعان بعد كده بقى لما انا اكون مثلا رايح حديقه الحيوان ولا رايح في اي حديقه اصور لكم وانا بتمرجح وانا بجيب كيس شيبسي ما ينفعش يا جدعان برضك يعني. واحده بتتمرجح، انا مش مهتم اللي اشوفها بتتمرجح يعني. عنوان الفيديو بتقول اللي هو يعني هم شباب بتعمل حاجات غريبه والله. لحد دلوقتي بتتمرجح اهو يعني، الدنيا ليلت اصلا كمان وهي لسه بتتمرجح. ما اعرفش ايه اللي هتقفل باين اخر واحده في الجنينه ولا ايه. A few moments later. يا نهار ابيض. طب انا مش مهتم اشوف الحاجات دي، حاسس ان انا يعني يا نهار ابيض يا جدعان. شاف ايه ده؟ اوه عارف انا الرسومات دي. تتلي دي هنا بقى اتحولت لفراشه. اه شغل هنود يا جدعان والله، مفيش حد مصدق شغل هنود والله. طب وبعدين، هي الفيديو ده اصلا المفروض الفيديو ده دقيقتين، مدته دقيقتين. هي بقى عملت حاجه جديد يعني، نزلت ودخلت فيديو في فيديو عشان الفيديو يبقى 11 دقيقه، وانا مش مهتم اشوفها وهي بتتمرجح ولا وهي يعني. انا مهتم اشوف الديناصور وهو بياكلها بس، اكيد انتم مهتمين بكده يا جدعان. فمش عارف بصراحه ايه الفيديوهات الغريبه اللي انا بشوفها دي. واحنا ما صدقنا نلخص من شفا العاديه اللي هي شفا، ما اعرفش هي شفا من السعوديه ولا منين، لكن يطلع لنا شفا هندي. انتوا متخيلين يا جدعان شفا الفتره الجايه تعمل ايه لو استمرت جامد قوي على قناه الشفا هندي اللي هي الانديا دي؟ ما انا ما شفتش ليه، ده اول فيديو اشوفه في قناه شفا. شفا النسخه الهنديه يا جدعان غير اي شفا خالص. لا احنا هنشوفها فعلا الفتره الجايه بالزي اللي هو حاجه هتخوفك كده، تشوفها تقول ياي. لا لا بجد بجد حاجه غريبه جدا يا جدعان. ولو عايزين ان احنا نستمر، اي حد شايف فيديو لشفا غريب يبعته لي على الانستجرام، هيظهر لكم دلوقتي على الشاشه بلال طارق ميوزك. اعمل لي فولو وابعت لي رساله وقول لي ابلال الحق شفا بتعمل حاجات عجيبه، اعمل عليها رده فعل. بس كده احلى ناس في الدنيا، فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل الفيديوهات الجايه الجديده. وبس كده، عصابه ايبي فيديو جانج، والسلام. عصابه ايبي جانج يابا، اعمل لايك واشتراك هتكون من العصابه. احلى كومنت هيتعرض قدامكم على الشاشه، اكتب كل فيديو كومنت انضميت للعصابه. احنا العصابه ايبي جانج يابا، اعمل لايك واشتراك هتكون من العصابه. احلى كومنت هيتعرض